السلام عليكم. السلام عليكم أزول في اللون أخوتنا والراجعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون فيما يخص مستجدات الكورونا فيروس COVID-19، الفيروس الذي اتضح أنه لا يرحم. حتى هنا في الولايات المتحدة في إجراءات، يعني إجراءات مشددة، حتى الخروج على الساعة 8 ممنوع. ممنوع أي مكان، لازم يكون غالق، ولا يوجد حتى يعني سياقة في العربيات أو شيء من ذلك في الطرقات، يعني أن يطاد السياج. لكن إلا الإمرجنسي اللي هما يعني العربيات المستشفى اللي هما ليزومبيلونس والمستشفيات اللي هي يعني مفتوحة، وغير ذلك ليس بالشيء، والمطافي وغير ذلك ليس أي شيء مفتوح. لكن لذا يعني في حاجة لازم يعرفوها أخواننا في الجزائر، أنه في المرض هذا الفيروس كورونا عنده بيك، يعني يطلع وينتشر بكثرة. هما متقولين هنا في الولايات المتحدة حسب الدراسات أنه ممكن يوصل حتى شهر جوان ذا، إذا يعني استطاعوا وجود يعني فاكسين، لقاح للفورونا كورونا فيروس، لو يعني وجدوا له لقاح. ذا إذا وجدوه يعني في جوان، لكن لو ما وجدوش جوان ممكن يروح حتى أغسطس اللي هو أوت. ولذا يعني لازم نقول لأخوتنا الجزائريين يقضوا حذرهم قدر الإمكان، خاصة يعني توفير الأحشاب كما القرفة، سنجبير اللي هو هذو مضادات، يعني فيهم مضادات ال يسمون الزحتر، هذو صوالح يقاوموا الفيروس، يعني الفيروس هذو لازم يكونوا موجودين عند الجزائريين، خاصة ناس شعبيين يعرفوا هذا الصوالح، لازم يكون عندهم بكثرة في كل البيوت حتى نقي مرض هذا. لكن فيه مشكلة كنت بنقول لكم عليها، باسكو اون با بوكو دو لي دو ريانيماسيون دو لي شام دو ريانيماسيون اي لو ماتيريال نيسيسير بور ريسبيراتوار اون با اون اجي. هذه مشكلة، حتى لو عندنا مثلا 200 او 300 سرير دو ريانيماسيون، هذا ليس كافي، وهذا الا لا يغطي حتى 0.02%، يعني كارثة في الجزائر، لأنه أي إنسان يصاب بهذا الداء، وخاصة في سن ما فوق 50 أو 60 في الجزائر، يعني يتعرض لمشاكل تنفسية ويحتاج إلى هذه الأجهزة، وإلا يعني تكون كارثة. لكن حسب ما عملت ستاتيستيك، يا ربي ما يطلعوا صح هذا الستاتيستيك اللي درتهم، جو سي كون لا ان بو انفيرون 3 مليون 900 اجي بيرسون اجي دي بيرسون اجي دو بلوس دو 60 عام، يعني ربع ملايين. هذه لو كان نضربوا على 20% منها تطلع لنا حتى 700 ألف 800 ألف ناس. حتى لو نقول إحنا 80%، ربي إن شاء الله يستر وما يصيبهمش أي حاجة، لكن تبقى 800 ألف. هذه يعني اللي تكون مصابة مثلا ممكن فيها دي مرضي كرونيك كما نقول إحنا، ديابيت، عندهم أمراض تنفسية، عندهم كلك شوز كوم سا دي بروبليم كي سون غيلي، وعندهم مناعة ناقصة، هذو متعرضين، حياتهم راهي متعرضة للخطر 100%. لماذا؟ لأن قلة الإمكانيات هنا، قلت لكم 20% من 900 ألف، لو كان نزيدو نقصو ندورو حنا يا ربي يكونوا أقل، يعني هذا الناس 20% تطلع 150 160 ألف، 160 ألف إنسان هذه اللي متعرضة للخطر 100%، لأن
موازنة مع اللي الريانيماسيون لي شومبر ريانيماسيون اللي موجودين لا تكفي لأنها 0.02% اللي عندنا في الجزيرة. حتى لو نستطيع مثلا شراء بأقصى سرعة، الجزائر تستطيع الشراء بأقصى سرعة وتكون لنا مساعدات من طرف من تشاينا أو بلدان أوروبية وغير ذلك، لأنها هي محتاجة هكذا هذه المصيبة، أنها محتاجين هذه الأشياء لأنفسهم. لا قدر الله حتى لو يجيبوا حتى 10,000 10,000 يعني شومبر ريانيماسيون، سي بوكو سي بوكو، سي امبوسيبل دو لي افوار ان شات يعني في مرة واحدة، يعني ستنقذ 10,000 ولكن ما وما الباقي على 140,000 إنسان عجوز أو كبير في السن. هذه مشكلة لنا، لذا لازم يا ربي يا ربي تكون هذو لي ستاتيستيك جو فيان دو ديغ تكون نكون غلط فيها يا ربي. كيما نقول لك ما طلعش الفوق، نكون غلط في هذو لي ستاتيستيك. هي شيء لازم على الشعب الجزائري، لازم الوقاية هي أحسن علاج، لأن الناس الكبار هذو خلوهم ما يخرجوش، وخاصة أنهم في هذه الأيام يكثروا من صوالح سهلين يعني قرفة زحتر هذا السؤال حتى لا يصابوا بالأذى، وخاصة يعني صنع كمامات قماش طرف تاع قماش أبيض وتدلو مام ديزيلاستيك وديرو على أفك وفمك باش يحميك، وخاصة نظافة الأيدين وهذوك لازم تكون. والله يجيب الستر إن شاء الله، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يجيب الستر للجزائر. هذا ما أنصحكم به يا أخواني، احتموا بالبيوت، البيوت تتعد وقاية للشعب الجزائري، هي أكبر وقاية هي البيوت في حد الآن يعني. وإذا تلزمت الأشياء يعني ولازم لهم أماكن توقع فيها هذا الناس، أنا أقترح حتى المساجد ما دام أنها أفرغت المساجد يساعدوا فيها الناس، لي دوكتور اون الجيري لي ميدسان لي زانفيرمي تو، يستعملوا المساجد. لكن فو افوار اوسي دي ماتيريال، هذا الله يجعل ربي يستر ان شاء الله، وربي يجيب الخير ان شاء الله يا رب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.